نتمنى لكم من هنا من عاصمة الميادين ضمن هذه الأشواط التي خصت لإذن الإذاع. هذا هو الشوط الذي أمامكم، الشوط 16 والانطلاقة قبل النهائية التي تتم على بركة الله وتوفيقه. المقدمة والمركز الأول أريام مملوك لراشد بن عبيد بالهلي الهاجري. الله هذا الاسم، يا سلام يا بالهلي بذكريات ربدان. يا هنا أيضا ينطلق في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثاني مجاهدين والوصول من غير التي وصلت هناك شهانة للسيد علي بن سعيد بن سليم العويسي التي تنطلق في المركز الثاني من الجانب الآخر، وأيضا شعار بن إداه من الجانب الأيمن هناك يتدخل في هذه اللحظات. وكما نتابع مشاهدين الاندفاع في هذه اللحظات من قبل عجائب لأحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، النقلة في المركز الثالث اللي غيرت الآن وانتزعت المركز الثالث. هناك شاهينية لمتعب بن حمد بن متعب العامري ممثل الساد الدايم، هذا الشعار الذي يأتي بالعلوم الزينة لهذا الساد. نعود وانتهي معكم مشاهدينا المركز الخامس، وصول من قبل شهانة لعلي بن سعيد بن سليم العويسي. المركز السادس وصول من قبل هناك وقيدة لكاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي، هذا اللي وصل في هذه اللحظات إلى المركز السادس. المركز السابع هناك سديم لعلي بن علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهر، نعم يتقدم الشعار الاقتصادي. يا سلام هنا أبو حمودة مع هذا الأداء الجميل، ولكن أيضا من الجانب الآخر تدخل من قبل التي وصلت نوف لمبارك بن محمد بن خرايط العامري. والمركز الثامن بالرقم 8 من وصلت في هذه اللحظات نجوم لهذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات أيضا عرب محمد ناصر بالعوضي المنهالي. أما المركز التاسع اللي تسللت اختبار لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي. والمركز العاشر وصلتنا في هذه اللحظات من الجانب الآخر، وصلت زعفرانة وشعار بمطر سعيد بن مطر ابن محمد الرميثي. وهذا الأداء الجميل وهذه البكار التي مستعدة مشاهدينا بقوة لأيضا تقدم الكثير للجماهير. ما شاء الله شعارات اتت بقوة هنا في عاصمة الميادين، هنا بالفعل عاصمة الميادين ام المهرجانات. ما شاء الله الكل يعاني لها بافضل من عنده من حلال. ما شاء الله وصلت الاولى الشاهينية، قدمت شاهينية للاول، تقدمت الشاهينية مع متعب بن حمد بن متعب العامري، وصل للساد. وهناك ايضا دخول من شهانة لعلي بن سعيد بن سليم العويسي متواجد في المعمعة. وصل الرميثي، وصل الزعفرانة لسعيد بن مطر الرميثي من الجانب الآخر. الرابعة هنا أيضا وقيدة لكاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي التي وصلت في الرابع. المركز الخامس عجائب لأحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. المركز السادس من الجانب الآخر وصول وقدوم مشاهد الأعزاء من شعار ابو خرايط العامري التي وصلت المركز السادس او السابع السادس نعم التي وصلت هذه اللحظات. بينما هنا ايضا وصول نعم نوف لمبارك بمحمد بخرايط العامري. المركز السابع امتحان لحميد بن راشد بن غالب المنصوري، وصلت في هذه اللحظات من المناطق الخلفية. الاداء جميل، نجوم متواجدة لناصر ابو العوض المنهالي. في المركز التاسع، المركز العاشر بالرقم 10 الطيارة وعوض بن ياسر بن علي فاري اللي خطف الشوط الماضي. الله يا سلام يا سلام، الأداء جميل مشاهدينا في كل مكان. نعود إلى هذا الأداء، نعود إلى هذا الشوط، ولكن الشوط يسير يا شباب، والتوقيت ما زال عند البطين، ما زال العمالة تعمل وعملت بالتوقيت ما شاء الله حتى هذه اللحظات. 47.8 دهانين للبطين والتوقيت عندك حتى هذه اللحظات. المركز الأول هنا نعود للشوط الشاهينية. يا متعب يا بن حمد يا أبو حمد يا أبو حمد
يا سلام يا متعب يا بن حمد يا بن متعب يا العامري، أهالي الساد متواجدين بقوة، وهذا شعار أيضا من شعارات أيضا ميدان الساد المركز الثاني، الوصول من وقيدة، وقيدة لكاظم بن علي بن حمد مبارك الفهيدي، وصلت في هذه اللحظات، وصلت نوف، وصل مبارك بن محمد بخرايط العامري، وصل هنا أيضا، وصل بن غالب، وصلت امتحان لحميد بن راشد بن غالب المنصوري، وصلت من الجانب الآخر التي وصلت هذه اللحظات، وصل العويسي، وصلت شهانة لعلي بن سعيد بن سليم العويسي، وصل أيضا شعار أبو محمد غادم بالعوضي، ولكن نعود لمتعب. الله يا متعب يا أبو حمد، أتعبتنا مع هذا الأداء الجميل، روح ما شي باقي، ما شي باقي إلا القليل، ما شي باقي، أقلع على البكار واشكيله الأخير، وتحركا واختلط الحابل، ركز لي جيب مي كم النمبر 2 نمبر 3. الله من حمودة، من حمودة مع سديم، سديم مع بن حمودة التي وصلت بقوة، وهنا علي بن حمودة الظاهري مع الشعار الاقتصادي والمركز الثالث، والمركز الثاني شعار ابو محمد واصل بالعوضي، المركز الاول نعود لرعاية الساد، نعود لشعار متعب بن حمد، رعاية الانجازات، رعاية نقطة في الساد ونقطة في المرموم، نعم نقطة في المرموم. والآن في الختام، الله مشكور الحبسي، الله على المعلومات، لكن رعاية الاقتصاد، رعاية الشعار الاقتصادي، رعاية الإنجازات، شعار يعرف طريق للنهاية الجميلة هذه. سديم، سديم لعلي بن حمودة بن علي الظاهري وعادة الأخرى، ولكن تهانينا لراعي الشعار الاقتصادي، تهانينا لك يا علي بن حمودة الظاهري. المركز الثاني وصلت كما تابعناها شاهنية لمتعب بن حمد من متعب العامري، والمركز الثالث كانت نجوم لناصر بالعوض المنهالي، والمركز الرابع زعفرانة لسعيد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس متوايدة وقيدة لكاظم بن علي بن حمد مبارك الفهيدي. هذه كانت النتيجة. نعود للتوقيت الزمني واللي قدم، شوف الإعادة في الفوتو فينش، في الفوتو فينش، تهانينا للشعار الاقتصادي، نعم بفارق بسيط جدا ما شاء الله، وانتزعت المركز الأول اللي هي سديم لعلي بن حمودة بن علي بن حمود الظاهري، 7:50 من الثانية، ما شاء الله وتبارك الرحمن، الكاميرا قدمت وأخرت كلين وصلا في الفوتو فينش مع بعض. والمركز الثاني أيضا من الجانب الآخر كانت الشاهنية لمتعب بن حمد متعب العابري بنفس التوقيت، 7:50 من الثانية، تهانينا من الأعماق بالاثنين، وصلا بقوة وكان أيضا عند خط النهاية. المركز الثالث، شكرا الهواري، شكرا نجوم، التي وصلت نجوم مشاهد الأعزاء لناصر بالعوض المنهالي، 7:55 من الثانية، تهانينا أيضا لأبو محمد والناموس لكل الفائزين. مشاهدينا في كل مكان، شوط الختام ينطلق على بركة الله وتوفيقه، شوط من الأشواط أيضا المثيرة، وشوط من شوط البكار المهجنات، وأيضا هذه الأشواط التي تابعناها 16 وهذا 17 الخاصة بالإذاعة في عاصمة الميادين، الشعارات الجميلة التي وصلت مشاهدينا من كل ميادين دول مجلس التعاون الخليجي.